دايما بنوصف الشخص المضطرب بالشخصية الكئيبة المتشائمة دايما، الشخصية اللي احنا بنقول عليها انه ما يعرفش حاجة اسمها سعادة في حياته. عايزين نعرف بقى ايه هو الاكتئاب وايه هي اعراضه وايه العلاج منه. اهم حاجة بقى في الحلقة دي ان انت تفرد وشك كده وما تكتئبش، ويلا بينا. الاكتئاب بيصنف من اخطر المشكلات اللي بتصيب فئة كبيرة من الناس لاسباب مختلفة، وبتؤثر بصورة سلبية على استقرارهم النفسي وصحتهم البدنية والعقلية، وبالتالي حياته هتتأثر بصورة كبيرة بسبب حالته المكتئبة اللي هو عايشها. وللأسف في مراحل بتوصل للمكتئب انه يأذي نفسه ولا حول ولا قوة الا بالله. طب ايه هي الاعراض اللي بيمر بيها الشخصية المكتئبة؟ اغلب ملامح وتفاصيل الشخصية المكتئبة هي نظرات التشاؤم دايما، والاستسلام والاحساس بفقدان الامل. دايما تلاقيه قاعد لوحده وحيد ومن غير اي مبرر، حاسس بالمسؤولية بصورة كبيرة، منشغل دايما بالعمل، زائد التركيز، على طول بيفكر في التميز. الشخصية الكئيبة خايف وبيعاني، وسهل جدا انه يبكي على اي سبب بس مش قدام حد، فكره مشتت وقراراته كلها تردد، ومش بياخد قرار بسهولة. دايما بيظهر في وش اللي قدامه الضيق والقلق والتشاؤم والشعور بالذنب وانخفاض الروح المعنوية، ودايما بيبص للحياة بصورة حزينة ومنكسرة. ومن ضمن العلاجات المستخدمة في علاج اضطراب زي الاكتئاب العلاج بدون دواء. بعد تزايد حالات انتشار الاكتئاب بصورة كبيرة وكمان تزايد أدوية مضادات الاكتئاب، لجأ أشهر الأطباء النفسيين إلى العلاج بدون دواء، اللي بيعتبر من الأساليب العلاجية اللي بيتم اتباعها حاليا على مستوى العالم. والطريقة العلاجية دي علشان تكون النتائج بتاعتها كبيرة، لازم الشخص ده يدور على الأسباب اللي وصلته للمرحلة دي، والأسباب ما بتكونش بعيدة عن الأسباب المادية أو الزوجية أو العمل. علاج الاكتئاب بدون دواء بيبقى باستخدام الكلام. بعض الأطباء النفسيين استخدموا العلاج بالكلام بعض الحالات علشان يقللوا عندهم حدة الاكتئاب، واكتشفوا ان ممكن تخفيف بعض حالات الاكتئاب في بعض الناس عن طريق الكلام بعد 6 جلسات بس من العلاج النفسي. وفي تجربة قامت بيها الكلية الملكية للأطباء النفسيين علشان توضح بيها ازاي العلاج بدون دواء عن طريق الكلام. قاموا بإحضار 20 مريض بالاكتئاب، 10 منهم خضعوا للعلاج عن طريق مضادات الاكتئاب، والعشرة التانيين استخدموا معاهم العلاج عن طريق الكلام بالجلسات النفسية. وكل جلسة كانت من الجلسات دي عبارة عن ساعة من الكلام بالعلاج النفسي، والفرقتين دول اتعرضوا للكشف عن طريق الأشعة التلفزيونية. اكتشف ان العشرة اللي خضعوا للعلاج عن طريق مضادات الاكتئاب ازداد تدفق الدم عندهم في المخ، وكمان العشرة اللي هم اتعالجوا عن طريق الجلسات النفسية واللي هم اتكلموا عن مشاكلهم زاد عندهم نفس تدفقات الدم في مناطق معينة من المخ. وطبعا حالات الاكتئاب بتختلف ما بين حالة والتانية، في بعض الحالات بيوصل بيها العلاج لأسابيع وشهور وسنين. الخلاصة، حاول تعرف مشاكلك اسبابها ايه، وحاول تدور كمان على حلول واستشير اللي حواليك. ما تسيبش نفسك لافكارك لوحدك، واطلب مساعدة الناس اللي حواليك، مش عيب، وكمان بطل العزلة. القراءة والكتابة والرياضة مهمين جدا في حالات الاكتئاب، هيساعدوك على تفريغ مشاعرك وكمان هتحس بتحسن كبير. سهل المهام اليومية على نفسك، وقسم اهدافك لاجزاء متتالية تقدر تحققها، علشان دايما انت شايف الهدف بتاعك كبير، وكمان عشان تخرج من قصة الاحباط اللي عندك. نظم وقتك واكتب قائمة بانجازات هتديك دايما امل وتساعدك في اللي جاي. ولو في حاجه مزعلاك بلاش تاخد اي قرار مهم، وخصوصا لو انت كمان بتعاني من بعض حالات الاكتئاب. واخيرا وقبل ما اقول سلام، انشر الامل بين الناس اللي تعبت وبتمر بمشاكل وحالات صعبه، وربنا سبحانه وتعالى هيرضيك بفضله، وباذن الله تعالى هتشوف نتاج لغرسك الطيب اللي انت حطيته في قلوب الناس اللي انت بتتعامل معاها. انا خلاص خلصت، سلام عليكم.